احنا هنستكمل مع حضراتكم هذه الحلقة في منشآت، ولكن الآن ننتقل إلى ولاية فيرجينيا تحديدا في الولايات المتحدة الأمريكية، ونتابع وقائع تداعيات حدث إطلاق نار اللي وقع قبل قليل خلال تدريب للبيسبول، وكان يحضر هذا التدريب عدد من القادة أو السياسيين عفوا الأمريكيين تحديدا في فيرجينيا، وأسفر عن إصابة عدة أشخاص من بين المصابين وفقا للمعلومات التي وصلت إلينا حتى هذه اللحظة، زعيم الأغلبية بمجلس النواب ستيف سكاليس. إذن مشاهدينا بنتابع مع حضراتكم الآن على الهواء مباشرة هذه اللقطات الحية من ولاية فيرجينيا وحادث إطلاق نار. ما لدينا من معلومات حتى هذه اللحظة؟ يعني يبدو أنه المنطقة تم إغلاقها، العربيات متوقفة، السيارات متوقفة، في تواجد أمني، وما تم من معلومات حتى هذه اللحظة وصل إلينا حالة إطلاق نار خلال أحد التدريبات داخل ملعب من ملاعب رياضة البيسبول في الولايات المتحدة الأمريكية. حضراتكم تعلموا أن هذه يعني اللعبة الرياضية لها من اللعبات الرياضية الشهيرة داخل الولايات المتحدة الأمريكية. التدريب كان يحضره عدد من أساسة الأمريكيين، وتحديدا تم إصابة عدة أشخاص حتى هذه اللحظة، ليس هناك معلومات عن العدد الدقيق، ولكن من ضمن المصابين وفقا للمعلومات الأولية زعيم الأغلبية بمجلس النواب الأمريكي ستيف سكاليس. ونتابع مع حضراتكم هذه اللقطات الحية على الهواء مباشرة من ولاية فيرجينيا الولايات المتحدة الأمريكية.